السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا من جديد لدرس جديد من دروس النشاط العلمي للمستوى الخامس ابتدائي مع مرجع منهل النشاط العلمي، الوحدة الرابعة، الأسبوع الثامن عشر، توالد الحيوانات، الحصة الثانية، أعضاء تناسلية لحيوان بيوض. La reproduction des animaux. Les organes sexuels d'ovipare. الهدفان: أحدد أعضاء الجهاز التناسلي لحيوانات بيوضة شائعة. أتعرف أدوار الأعضاء التناسلية لدى حيوانات بيوضة. Objectif: reconnaître les organes sexuels d'animaux ovipares, familier et le rôle des organes essentiel dans la reproduction. في الحصة الأولى تعرفنا على ضرورة وجود ذكر وأنثى من أجل الإخصاب، من أجل التوالد، توالد الحيوانات. في هذا الدرس في الحصة الثانية سنتعرف على الأعضاء التناسلية لحيوان بيوض يضع البيضة. إذن ما هي الأعضاء التناسلية لحيوان بيوض؟ وما هي وظيفة كل عضو من هذه الأعضاء التناسلية؟ ألاحظ جبسة، إذن في الصورة هناك ديك ودجاجة، إذن تزاوج دجاج. في الصورة تبين لنا تزاوج دجاج. لنقرأ النص: لاحظت سعاد في ضيعة جدها تزاوج الدجاج فأثار ذلك فضولها وتساءلت كثيرا قبل أن تستفسر مربي الدجاج. إذن سعاد في ضيعة جدها لاحظت تزاوج الدجاج فأثار إليها ما لاحظته فضولها، وقامت بطرح مجموعة من الأسئلة. تبادرت إلى ذهنها مجموعة من الأسئلة قبل أن تستفسر مربي الدجاج. إذن أكتب سؤالي وفرضياتي في دفتر التقصي. أتساءل: ما وظيفة الأعضاء التناسلية لدى الذكر والأنثى عند التزاوج لدى الحيوانات البيوضة؟ أفترض: ربما الأعضاء التناسلية لدى الذكر تنتج الحيوانات المنوية والأنثى إنتاج البويضات. أتحقق، جو فيريفي. أولا ألاحظ رسم جهازي توالد دجاجة وديك بعد تشريحهما وأعبر شفهيا. إذن هذا الرسم يعبر عن جهاز التناسل للديك، جهاز توالد الديك. ثم في هذه الصورة أو هذا الرسم يعبر عن جهاز توالد جهاز التناسلي للدجاجة، لأنثى الدجاجة. إذن رسم لأعضاء توالد دجاجة وديك. ثانيا أضع مفتاحا للرسمين لأتعرف أعضاء توالد الدجاج. إذن سنتمم الفراغات بكتابة اسم كل عضو من أعضاء توالد الدجاجة والديك. إذن لدي مبيض، رحم، قناة منوية، خصية، قناة مبيضية، مذرق. إذن رقم واحد تعبر عن خصية، رقم اثنان قناة منوية، رقم ثلاثة معيا، رقم أربعة مذرق، رقم خمسة
مبيض. رقم 6 قناة مبيضية. ثم رقم 7 رحم. ثالثا، استئصال المبيض يؤدي إلى عدم إنتاج البويضات. إذا استأصلنا المبيض فذلك سينتج عنه عدم إنتاج البويضات. أما استئصال الخصية فينتج عنه غياب حيوانات منوية. إذا أحدد دور المبيض، ما هو دور المبيض؟ وأحدد دور الخصية، ما هو دور الخصية؟ إذا استئصال المبيض، ما معنى استئصال؟ هو نزع المبيض. عندما ننزع المبيض أو نستأصله فهذا يؤدي إلى عدم إنتاج البويضات. إذا دور المبيض هو إنتاج البويضات. أما استئصال الخصية فينتج عنه غياب حيوانات منوية. إذا دور الخصية هو إنتاج الحيوانات المنوية. أستخلص، أدون استنتاجاتي في دفتر التخصصي. يتكون الجهاز التناسلي للدجاجة من مبيض ورحم وقناة مبيضية ومذرق. أما الجهاز التناسلي للديك فيتكون من خصية وقناة منوية ومذرق. ينتج المبيض البويضات، أما الخصية فتنتج الحيوانات المنوية. جوغيتيا، لاباراي جينيتال دو لا بول اي كونستيتيي دوفير ديتيريس دو كانال كونديكتور اي دان كلواك. سولوي دي كوك اي فورمي دو تيستيكول دو كانال كونديكتور اي دان كلواك. Les ovules sont produits par les ovaires et les spermatozoïdes dans les testicules. J'observe les schémas ci-contre et j'écris chaque numéro dans la case qui convient. Dans sa olahido, arrosomat, tumma, aktubo, kulla rakmin, fi makanihi al-munasibi. Schéma simplifié de l'appareil reproducteur de grenouilles mâles et femelles. إذا رسم مبسط للجهاز التناسلي للضفدع الذكر والأنثى. أوفير مبيض، أوتيريس رحم، سبرميدكت قناة منوية، تستيكول خصية، أوفيدكت قناة مبيضية، كلواك مذرقة. أوفير نيميرو 1، أوفير نيميرو 1، إيتيريس نيميرو 4، سبرميدكت numéro 6. Testicule numéro 3. Oviduct numéro 2. Cloaque numéro 5. ثانيا، يتم الإخصاب عند الضفدع خارج جسم الأنثى عكس الدجاج. أكتب صحيح أو خطأ في الخانة. ثالثا، للكشف عن الجهاز التناسلي لحيوان في المختبر يقوم الباحث بعملية تسمى. يتم الإخصاب عند الضفدع خارج جسم الأنثى عكس الدجاج.
أكتب صحيح أو خطأ؟ صحيح، الإخصاب عند الضفدع يقع خارج جسم الأنثى. الأنثى الضفدعي تطرح البويضات ويقوم الذكر بتخصيبها، وذلك برش السائل المنوي الذي يحتوي على حيوانات منوية على البويضات، بينما الدجاج فالديك يقوم بإخصاب البويضات داخل جسم الأنثى. ثالثا، للكشف عن الجهاز التناسلي لحيوان في المختبر، يقوم الباحث بعملية تسمى التشريح. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.